السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم النهاردة عن زيت مواردة، وهو زيت الزيتون اللي ذكر في القرآن الكريم واتكلم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. زيت الزيتون له فوائد عظيمة جدا جدا للصحة وللبشرة وللشعر. من فوائده الصحية بيعمل على مقاومة الجلطات، وبيقلل من مستوى الكوليسترول السيء، وبيقلل من ضغط الدم، وبيحسن من عمل الذاكرة، وبيعمل على رفع مقاومة الأكسدة في الجسم وتحسين مستويات الأنسولين والسكر في الدم. ده غير انه مرطب طبيعي للبشره، ويستخدم لتنعيم الشعر، ويعالج جفاف فروه الراس، وكمان ممكن تخلطيه مع السكر لتقشير البشره وازاله الجلد الميت، وممكن تستخدميه مع شمع العسل لترطيب الشفايف.